Max Santé Pro. Alors salut bikom les الكل, مرحبا بكم في Max Santé Pro, l'émission santé d'Express FM. نعاودو نتلاقاو في البرمجة الشتوية لإكسبريس اف ام والمواعيد يرجعوا يكونوا معاكم كل نهار خميس من الأربعاء للخمسة. ريم لانجليز ترافقكم وميكرو سيلين حتيت معنا في الإخراج, سليم في الإخراج الرقمي, ليميسيون من إعداد الصيدلي هو معد البرنامج سيري ذا سراج. سيري ذا رحب بيك, أهلا وسهلا. مرحبا بك ريم. نعاودو نتلاقاو بوغ لا رونتخي. On se retrouve, inshallah, عام باهي. نحب نقدم تحياتي لكل مستمعين اكسبريس اف ام. وبالمناسبه نحب زاد نقدم تعازي لضحايا اخواننا في ليبيا وفي المغرب, واحنا كنا متضامنين معاهم. ان شاء الله ربي يستر الناس الكل. يعطيك الصحة, ميرسي بوكو سيريدا. احنا اليوم في ماك سانتي برو على مدة ساعة باش يكونوا لينا زوز مواضيع باش نحكيو بالاساس وفي لو سوجي دو لا سمان على لي نوفو تريتمون دو كانسير, باش يكون هذايا مع ضيفتنا بروفيسور هندة بالحاجة علي رايس, بروفيسور اون اونكولوجي ميديكال في الانستيتيو صالح عزايز. بروفيسور مرحبا, اهلا وسهلا. اهلا وسهلا اريم, مرحبا بك. يعيشك. بلي انفان لي زوديتور. شكرا لك. نو زونتونتو سو لا شين. يعيشك, ميرسي بوكو بروفيسور هندة بالحاجة علي رايس اللي باش ترافقنا في الجزء الأول من موعدنا لليوم في ماك سانتي برو. في جزءنا الأخير وفي فقرة لي نيوز باش نحكيو على اون تخي بون نوفيل, اون اكسلنت انيسياتيف تجينا من جمعية نوران اللي ديما تكون تخي اكتيف على طول العام اي سورتو ان بارتيكولي في فترة الأكتوبر روز, وباش نحكيو على اون اكسيون امبورتونت اللي زادة تهم القطاع العام والقطاع الخاص. هي شراكة سيريدا. والله هو نموذج من القطاع العام والخاص, وهذا مباركولو, وماذا بينا كان الجمعيات الكل خاصة في التمويل دعم القطاع الصحي ووزارة الصحة, خاصة تو كما نحكيو احنا السرطان هو الهدف هو الوقاية. طب ماش نحكيو علاش نمشيو في الوقاية, ماذا بينا الناس ما تمرضش, وهذا علاش احنا المبادرة هذه اسمها مو لايف للتقصي مبكر للسرطان الثدي, وان شاء الله ستنطلق الحمله في شهر اكتوبر روز بهذه المناسبه, وستتواصل كامل السنه, وستزور كل المدن الجمهوريه خاصه المناطق البعاد. احنا باش نوليو نمشيو ما عادش نعيطوا لهم, وان شاء الله اللي حتى نلقاو الله لا يقدر مرضى اون لي بروندر اون شارج. دونك هذه مبادره باهي ومباركوها. اون اكسلنت انيسياتيف عطيتنا عليها لمحه انت توا سيري ذا, احنا باش نزيدو نحكيو عليها باكثر تفاصيل مع السكرتير جينيرال دو لاسوسيسيون نوران سلمى قدريه اللي باش تكون معنا في الجزء الاخير من ماك سانتي برو. لكن هيد نبداو موضوعنا, موضوع الاسبوع, نحكيو على لي نوفو تريتمون دو كانسير مع ضيفتنا بروفيسور هنده بالحاج علي رايس. اسكو ممكن بروفيسور قبل ما نحكيو ديجا على لو كانسير وبوتيتر نذكرو بيان سور مرض السرطان, عافينا وعافيكم الله, اسكو فما احصائيات اليوم تهم تونس, فما أرقام بتتخ أنواع السرطان الأكثر متفشية في بلادنا؟ تتفق ان فات هاو باش نعطيك بس صغيرة خاطر الإحصائيات هي ماهيش معناتها ريسونت وكل, مي نجم نقول لي سرطان الأول عند المرأة هو سرطان الثدي. هذاك علاش احنا توا مجهودنا باش ما عادش نعملوا كيما قال ان ديغنوستيك تغديف, ولا نعملوا ان ديغنوستيك بريكوس اي أونكور بلوس البريفونسيون اللي هي معناها نلقاو السرطان في مبكرا. وأول سرطان عند الرجل هو سرطان الرئة. سرطان الرئة احنا كنا قبل نقولوا من التدخين, مي ما فما حاجات اخرين سي سور دوتر كوز, خاطر ينجم يجي من غير التدخين. فما انواع من سرطان الرئة تجي من غير التدخين. بالنسبه ما نعرفش انا لسرطان الرئة على عندنا على القليله 3000 حاله في العام, 500 حاله عند المراه و2500 عند الرجل, وهو سي لا بروميير كوز دو ديسي شي دونك شي لوم, معناها اول سبب للوفاه. دونك سي تري امبورطون مانتنان باش نعملوا ان بلان باش ما نخليوش معناتها ان ديغنوستيك بريكوس, باش ما نخليش جوستومون سرطان هذايا نكتشفوه في وقت تغديف, وقت معناتها مش في الاول, خاطر كل سرطان نكتشفوه مبكرا عندنا الامكانيه باش نعالجوه 100%. اذا قد ما نكتشفوه وهو منتشر في مثلا ان اورغان نوبل كيما الرئه ولا الكبده ولا المخ والمخايخ, معنا اكثر حاله ما عادش نجمو نعملو كان عنايه تلطيفيه ونواصلوا في العلاجات نتاعنا.
التقصي المبكر مهم على الاخر وين يسدون دو ليسبوار وكي نحكيو زاد على لي نوفو تريتمون دو كانسير بوتيت كون ا اوسي بوكو ديسبوار بل ريم كي يقول واحد نقول له عندك كانسير كاين حاجه تحت عليه كيما الغريب توا نقول له كيما واحد ولا عنده ديابيتيك واحد بارتون دي لا بالحق خاطر نكونوا واقعيين سيدي دا وبرشا ناس تسمع فينا فقدت عبيد عزيز عليها جرة السرطان اون اوني با انكور لا مي ناخذوها بوتيتخ باكثر سوبليس تقبل اكثر انا نقول لهم قد ما تفيق بي بكري قد ما عندك حظوظ باش تمنع علاش تو فما سرطانات ما تعطيش علامات دونك ما تنجمش تكتشف بكري دونك لازم صوره مثلا مثلا سرطان الثدي مش ديما نكتشفوا اللي عندنا نودول عندنا وفما سرطانات ما تفيقش بهم تسميهم سيلونسيو دو جور او لوندومان كونسير دو كولون بونكريا ما عندك شيء ودو جور او لوندومان اي سافا تري فيت دونك ما ناخذوش الموضوع باستسهال خويا انت كل حاجه ما نبغيش دونك لا جين بور دوني دو ليسبوار للعباد معناتها اللي يرى في روحه علامه مثلا ما نعرفش انا في الثدي مثلا فما نيكولمون بيزار والا مثلا كعبوره طلعت ما فهمنيش شنو هي معناتها تبدا تكبر بشوي في ساعه نمشيو لربما وقتها نلقاو الحل ونحيوها معناها واليوم هوزمون فما برشا سنسيبيزاسيون بارابور ا سا ان توكا المعلومه قاعدين نحاولوا انها توصل باش الشخص يولي عنده سي ريفلكس باش تقول يمشي يتفقد روحه تو البنات انا تو في لو ريفلكس خاصه بعد هذا شهري تمشي تفقد روحها سو بالبي سو بالبي احنا مازلنا يلزم تو عندنا التقاليد هذاك ما نخافوش اش بيه الجمعه الاولى بعد تعمل اوتو بالباسيون سي تري امبورتون وقتها هي تفيق راه ما فيق حتى حد كان هي روحها في لي كا فاميليو زاد فما عائلات توا فما دي ميوتاسيون جينيتيك اكتشفناهم فما اوسي لو مود دو في اوكسيدونتال اللي عندنا معناها ما ننساوش اللي احنا غيرنا ياسر في الطريقه نتاع السلوك الغذائي السلوك الغذائي نتاعنا ياسر ناكلو كل شيء كونجلي كل شيء فاست فود فاست فود دوك نقصنا من الخضار وحتى الخضار نتاعنا فيهم لي بيستيسيد معناها فما تبدلت طريقه الحياه نتاعنا تبدلت بروفيسور جبت نقطه مهمه اللي جوستومون فما عوامل اليوم تساهم في هذايا واليوم زاد اللي لاحظوه يمكن عطيتنا بعض المؤشرات ولا الارقام اليوم نحسوا اللي صارت عنيت كثرت اللي اليوم زاد التوش دو بلوز ان بلوز دو جون دو جون اون ايفي جو اون اون ا بارلي توت ا لور فما ان راجونيسمون ما نفهمناش علاش احنا probablement je ne sais pas enfin les perturbateurs endocriniens ce qu'on trouve bébézna le mien nchربو في البلاستيك ماكلتنا نغلفوها في البلاستيك ما تاكلش في البلاستيك سي دي perturbateurs endocriniens donc on قلنا كنا on est en hyperostrogénie relative et تعرف la perturbation hormonale تتسبب في دي تغيرات في الجينات وكل ستريس vous avez stress عامل ça déclenche نجم يكون علاش خاطر il intervient sur l'immunité certainement المناعه تنقص peut-être enfin الكونسير انا نقول لهم انا نقول للناس كل عندها كونسير كل يوم ولكن بدني ينظف روحه بالمناعه ونهار من نهارات المناعه كتزيكيليبر ما عادش تنجم تحمي في روحك البدن كل يوم يحمي في روحه تنجم الفيروس تنجم الستريس تغشش ياسر دونك يتقلب هذاك تولي ما عادش عندك مناعه دونك وقتها اللي سيلول الخلايا تولي سو ملتيبلي بروفيسور اليوم العلاج المتوفر للسرطان الوغ احنا باش نبداو عندنا ماك تعرفوا اربع انواع علاج عندنا الجراحه اللي هي تنجم تكون احسن علاج خاطر تنحي لك الورم ديفينيتيفمون وعندنا العلاج الميديكال اللي هو فيه توا انواع جدد فما الكيميائي هو لا شيموثيرابي اللي هو علاج قديم هو شنو الغايه نتاع الكيميائي هي باش يوقف باش يقتل الخليه السرطانيه الخليه السرطانيه هي خليه موجوده في بدن الانسان تبدلت محتواها تبدل ولات فيها دي ميوتاسيون جدد موجودين دي زانتيجين تيمورو فوق الخليه دونك لازم نلقاو لو مويان باش نعرفوا كلي زانتي ونقتلوها معناها نقتلوا خليه الشيموثيرابي كانت اقدم علاج هو في علاج السرطان ما عطات نتائج مي المشكل في المخلفات نتاعها المخلفات طايح الشعر طايح المناعه تعمل ردين اي دونك البحوث الجديده وكل اكتشفت علاجات جدد معناها علاجات جدد اللي سيغتانمون سمعوا بهم العباد الكل اللي هما العلاج المناعي اون فات ليمينوثيرابي اللي هما مثلا ليزينيبيتور تشيك بوينت ليزينيبيتور تشيك بوينت اي ليزانتيكور كونجوغي اش معناها ليزانتيكور ليزينيبيتور تشيك بوينت هو سرطان ذكي معناها يجي اول حاجه يعملها يشد لو سيستيم ايمونيتير ويسكر عليه دونك ليزيمينوثيرابي شنو الغايه نتاعها تجي
تقصك العلاقة ما بين معناتها الخلية السرطانية وتخلي الخليات المناعية ترفع لينا، دونك تخلي المناعة نتاعنا تقوى. داكو هذه ليمينوثيرابي. وفما زاد لي زونتيكور كونجوغيش معناها معناتها يجيو الشيموثيرابي اللي تعطي دي زيفي سكوندير قويين يحطوها مع دي زونتيكور كونجوغي ويخليوها يقوي في الدوز نتاعها ويخليها تكون سيبلي معناها موجهة وتعطي أكثر إيفي أكثر إيفي بوزيت معناها تقتل أكثر خلية سرطانية. كوني تفضل بروفيسور. وفما انكور لي فاكسان اللي كنا نحكيو عليهم اللي فريمون مازالوا كيخرجوا جدد سي بور انكور ستيمولي لو سيستيم ايمونيتير. دونك لو فاكسان يل فا انكور ستيمولي لو سيستيم ايمونيتير نتاعنا كي فا ريكونيتر انكور لي زانتيجين اللي حكينا عليهم على الخلية السرطانية، فهمت باش يقتلها. معناها كيما احنا نقولوا لو فاكسان مش كيما في الفيروس بريفنتيف باش ما يخليش المرض يجي، هذا المرض موجود السرطان موجود مي لو فاكسان سميوه العلاج الشخصي بيرسوناليزي والانتيليجنس ارتيفيسيال زادا توا الانتيليجنس ارتيفيسيال الذكاء الصناعي هذا ولا هما يخلي العلماء يخليهم يكتشفوا مثلا هنا في الفاكسان فما واحد دو الانتيليجنس انا باغي دانتيليجنس ارتيفيسيال كي بيرمي دو ريكونيتر لي ميوتاسيون على الخليه السرطانيه. معناها نجموا الفاكسان ينجم يكون كونتر تو لي كونسير كونسير الكل كو سوسوا لو بومون لو فوا لو بونكريا. الحاجه الجديده اللي هو في فرنسا ليتود اتالانت اللي هي خرجت اخر مره في فرنسا في الاسمو تقدمت سي ان فاكسان contre le cancer du poumon. وعطات ان ريزولتا بوزيتيف على خاطر 3 mois de survie معناها عطات خليت العباد تعيش 3 اشهر اكثر. احنا بونو تقول لك 3 mois de survie شويه معناها اما سور لا سيرفي جلوبال سي تري امبورتون معناها معناتها تعطيك امل في العلاجات. واضح واضح هذا كل يعطي. انا نحب صحيح اللي قالته راهو سورتو اللي حضرنا احنا في المنتدى الاخر تاع الجمعه اللي تعدى جاو خبراء من جوستاف روسي وكل من العالم برشا حكيوا على هذوما الانتيليجنس ارتيفيسيال تولي هي تعرف خاطر قبل الكونسير نجم ما نعرفوش لوريجين مي سورتو كي ولات ميتاستاز سي دونك لازم تعرف لوريجين. هذا الانتيليجنس ارتيفيسيال الذكاء الاصطناعي يعطيك منين بدا الكونسير دونك تنجم تمشي له للام وتوقفه. هو شنو الكونسير الحرب هو كيفاش توقف الانتشار نتاعو هكاك ولا اون بو ستوبي مش بالانتيليجنس ارتيفيسيال تل تو بيرمي دو فير ان دياغنوستيك بريكوس تعاون مثلا باغ اكزومبل كونسير دو سان تعاونك تلقى دي لي ليزيون اللي ما راتهمش ما تراهمش ليكوماموغرافي ولا حاجه تعاون معناها ما نعرفش ذوني ما وصلنيش اللي يقتل هو لو كونسير بيدو لا مي هو يبان زيدي ايدنتيفيكاسيون بيرمي سي تري امبورتون خاطر باش تفهم انت وصلنا يقتل هوني نحكيو على عاد دبرناه لا نحكيو على اميرات احنا لافونير اللي تمنوه هو اللي تعملوا دي فاكسان بول شنقول احنا دون لي زاني ا فونير هو الكونسير لو تريتمون تاعو ولا اون 20 ان راهو ديكزيستانس صاروا برشا تغيرات ما بلوس نعرفوا بلوس عندنا دي شانس دو كيغير لا مالادي. دونك كيما مثلا صارت كان سمعتوا بها لو سي سور لو سرطان المستقيم كونسير دو ريكتوم ليمينوثيرابي سما داستارلوماب خذاو دونك سي ان اسي سور 16 مالاد وكل سان فير دو راديو ثيرابي ني دو شيرورجي اون ا بو دوني اوبتونير اون ريبونس كومبليت فهمت اي دو با فير سو جون دو تريتمون. دونك سي تري امبورطون سي انونسياتور دو بون نوفيل اون فادير اي سي دونك ان اسبوار معناها اون فادير. دونك انت بروفيسور تحكي على تطور الطب على تطور العلم على حاجات ايجابيه جدا وسي لو بوت اوسي انه جوستومون كي نحكيو على السرطان نحكيو بشويه تفائل اون اوني هو احنا في تونس بارابور لهذا الكل الادويات جدد وكل بون في تونس راهو بتاتر يا بتاتر ان بو لا كريز ايكونوميك وكل مي راهو فما دويات ياخذوهم المرضى مثلا العلاج المناعي فما سيغتان مالاد دونك ياخذوا فيه في البومون باغ اكزومبل في السان باغ اكزومبل ليزونتيكور كونجوغي في السان ياخذوا فيهم معناها فهمت فما باش نقول لك الوضع قد ما عنديش فكره الحقيقه انا نحكي لك كصيدلي انا نحكي لك على الوضع مي جو بو تو دير كو فما كون ميم فما معناتها قاعدين المرضى قاعدين ياخذوا في الدويات يعني تونس مويك بتطور هذيا ولي نوفو تريتمون هذوما مش في كل السرطانات خاطر الغول لو كو دو تريتمون معناتها سي امبورطون دو دير و اون بلوس معناتها باش تجيبهم ما عندناش في تونس سي با دي ميديكامون qui sont fitunes existants, donc il faut les importer. Et pour les importer, donc on doit passer par la pharmacie centrale, ou on doit... Le parcours du malade, il faut le dire, ça y est, il faut les encourager, il faut persister, on va se battre.
on va obtenir donc un résultat d'accord انا باش نعطيك انا كسيدلي اللي نواكب تو والحمد لله عندنا مخابر في تونس واللي تصنع ادويه تاع السرطان عندنا 24 مصنوع في تونس هذا حاجه باهي خاطر تقول لي ارخص تكاليف وعندنا 60 قاعدين اللي باش يتسجلوا دونك السنين الاخرين باش ياخذوا الامام ويولي ديسبونيبل هذا حاجه كبيره ياسر ولات عندنا النقله نوعيه في تونس اللي الحمد لله مش البلدان الكل تنجم تصنع ادويه السرطان دونك نهني المريض التونسي اللي المستقبل نتاعنا باهي باش نصنعوا ادويه تاع السرطان نتاعنا ان شاء الله وبقدره الاله وبسوم باهي دونك احنا زاده يلزمنا الوزاره حاجه مهمه عملنا جلسه مع السيد الوزير المشكور اون فا غولونسي لو بلون كونسير يلزمنا لو بلوز امبورتون هو ميتر ان بلاس ان بلون كونسير كيفاش باش نقاوموا السرطان مفقدني ولا لو بلون كونسير سي لو بلوز امبورتون عندنا خبراء عندنا كفاءات يجمو يجلسوا ونحطوا مخطط لمقاومه السرطان حاجه اكتواليزي لي ريجستر دو كونسير اكتواليزي اول حاجه لي دوني اون ا با دو دوني ريسانت معناها سا في 5 ans كون ا با دو دوني فريمون ريسانت كان واحد برك في صال عزيز باش تعطي ان ميديكامون لازمك تعرف قداش عندك من كانسير دو بومون قداش منهم ميتاستاتيك وقداش لازمهم قداش منهم يفون بينيفيسي دو تريتمون اللي احنا باش نعطيوه جديد دونك لازم يبدا عندك باش تعمل des études de pharmaco-économie, je t'arrive, qu'est-ce que je me suis dit, qu'est-ce que je me suis dit, donc c'est cool, mais j'y suis, je suis certaine. Je suis certaine. Alors, mais, justement, هو, كيما نعطيو الامل, كيما نحبو نقولو واقعيين شوية, اليوم دور الدولة, اليوم كيما كان يحكي يا سيدي ذا, فما une stratégie en place. فما انا راني حضرت في الاجتماع وان شاء الله اخر سبتمبر باش تنطلق الجلسة الأولى للبلون كونسير. يبان لي لازم une réunion مع tous les centres anticancéreux في تونس, تونس, صالح عزايز, أريانا, صفاقس, tout ça, tous les gens intéressés, les centres intéressés par les cancers, par le traitement du cancer. Nous avons Khoubara, on a Khoubara dans le mustachfayet. Hatta al privé, oui, tout à fait. Hatta al privé, privé et public, tous ceux qui sont intéressés, les mohom. نحكي معاهم نشوفوا شنو معناتها لو بلان كونسير ماك تعرف فيه 5 ايتاب كل ديغنوستيك بريكوس بريفونسيون ديغنوستيك بريكوس تريتمون سوان بالياتيف معناتها دونك لازم اون ديفلوب توت لي ايتاب ونشوفوا كيفاش نجموا معناتها اشاك ايتاب اون بو فهم فير ايفولوي لي شوز ونشاركوا القطاع العام والخاص خاطر تحبوا عندنا كلينيكات اللي مختصين في الكونسير هذوك مزاد لازم يشاركوا خاطر عندهم لي دوني المخابر تاع البيولوجي اللي هما يعملوا التحاليل تاع الخلايا هذوك اللي يعطيونا لي دوني دونك لازم الناس الكل تشارك القطاع الخام العام والخاص لي بلاتفورم نخلقوا بلاتفورم نحطوا فيها لي دوني المعطيات الكل وهذا تحت اشراف وزاره الصحه اي هو حكايه امكانيات اوسي خاطر لي بلاتفورم اللي يحكي عليهم هذوما اناتوموباثولوجيك هما اللي باش تعطينا لي ميوتاسيون اللي حكينا عليهم pour pouvoir bénéficier de ces nouveaux traitements, on va dire. Donc il faut développer absolument tout, toutes les étapes. Donc ça demande énormément de réflexion. Mais on est déjà sur ça. على خاطر الحقيقه نشوفوا اللي كل شيء معطل بسبب نقص اراده راهو كان عندنا بلان كونسير كي ديماري اون 2008 tout à fait وقف بليزيور بلان بعد بعد وقف تو ايزون غولونسي اون 2000 18 ولا يا من 1994 مع فرحات بن عياد يذول يبدا هذا كمان كان فرحات بن عياد في وعودنا أربعة ولا خمسة وكل كل مرة ويقف حتى ما صارت ما وما يصلش 2011 حتى صار برشا اي لا نحكي لك لا نحكي لك يوقف مي ماتنو ان شاء الله تو سبتمبر اخر سبتمبر يمكن في اكتوبر روز هذا مناسبه باش تنطلق البلون كونسير اول جلسه باش يشاركوا فيها القطاع العام والخاص والناس الكل الخبراء اللي عندنا في الجهات وكل ووقتا نبداو استراتيجيه صحيحه. واضح باش نوصلوا الحديث دونك في موضوعنا مع ضيفتي بروفيسور هند بالحاج علي رايس بروفيسور ان اونكولوجي ميديكال في الانستيتيو صالح عزايزي رافقنا بالطبيعه سيريدا سراج الصيدلي ومعد البرنامج مازلنا مكملين معاكم بعد لحظات جزءنا الثاني نواصلوا الحديث في موضوعنا ونحكيو زاده على السرطان الثدي وتقاسي المبكر لسرطان الثدي انيشيتيف جينا من جمعيه نوران اون كولابوراسيون مع القطاع العام والخاص ونحكيو على مامو لايف بعد شوية خليكم معنا موعدكم على